أسهل وأبسط طريقتين تقدر تعرف بيهم الطوابع على الكانون بيكسيما الجي 6040 أو الجي 6040، فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواني عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض عن اسهل وابسط طرق تقدر من خلالهم تعرف الطوابع على كانون بيكسيما الجي 6040، وان شاء الله الحلقة تنال اعجاب. واول طريقة هنبدأ بيها تعريف الطوابع من خلال الكابل USB، فيلا بينا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونمشي الخطوات واحدة واحدة مع بعض، فيلا بينا. مبدئيا كده يا جماعة، انا هسيب لكم رابط تحت الفيديو بخانة الوصف، لمجرد انك تضغط على الرابط ده هيحولك لصفحة كانون الرسمية عشان نقدر نحمل منها تعريف الطوابع. زي ما انتم شايفين كانون بيكسيما جي 6040، ثم هننزل تحت شوية كده تمام ونختار داونلود، ثم نختار داونلود مرة اخرى، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يتحمل معنا. وبعد ما البرنامج يتحمل معنا عاوزين ندخل نجيبه من فولدر داونلود او فولدر التنزيلات. هنخش هنا عادي جدا عند احمد السيد او فولدر اللي موجود عندك مكتوب عليه دوكمنت، ثم نخش على داونلود او التنزيلات. هتلاحظ الملف انه نازل بالشكل ده، هنضغط كليك اليمين على الماوس على نفس الفولدر قصدي يعني، ثم نختار اوبن. زي ما انتم شايفين هو بيتم فك الضغط، فننتظر لحد ما يفك الضغط، ثم هيظهر لك القائمه اللي قدامك دي. هتختار سيتنجز، وهنختار هنا اللغه المناسبه ليك، انا هختار اللغه العربيه، ثم نختار نيكس. ثم الخطوه دي خطوه روتينيه عادي جدا، ممكن تختار اي حاجه لان في الاغلب ممكن ما تلاقيش البلد اللي انت مقيم فيها، فبالتالي بتختار اي حاجه وبنعمل حفظ. ثم نختار بدء الاعداد، ثم نختار التالي. وهنا لازم تكون موصل اللابتوب او الكمبيوتر بخدمه الانترنت، لان بيقول لك جاري التنزيل بيحمل بعض البرامج والملفات عشان يقدر يثبت لك تعريف الطابع. فعلى ما اتوقع لو انت ما عندكش خدمه الانترنت الخطوه دي مش هتظهر قدامك، او ممكن التثبيت او التحميل او ممكن التعريف ما يكملش معاك. فالافضل انك توصل في الخطوه دي الكمبيوتر او اللابتوب بخدمه الانترنت. بعد كده بيظهر لك الخطوه اللي قدامك دي، بتختار نعم، ثم نختار اوافق، ثم بننتظر. بيقول لك تتم الان المعالجه، الرجاء الانتظار. وفي الخطوه دي هنختار وصله اليو اس بي، كابل اليو اس بي، ونختار التالي. وهنا بيقول لك جاري تثبيت الام بي درايفرز، والام بي درايفرز ده هو ده التعريف الطابع، وبيقول لك هنا الوقت متبقي دقيقتين تقريبا حتى الاكتمال، فما تركبش الكابل اليو اس بي الواصل بين الطابع والكمبيوتر غير لما التعريف يطلب منك. وطبعا الخطوات دي سرعتها وبطئها بيعتمد على سرعه الجهاز اللي انت بتثبت عليه تعريف الطابع. يعني لو امكانيات الجهاز ده قديم فبالتالي هتلاقيه بطء في التعريف، لكن لو امكانيات الجهاز ده حديث وسريع وامكانياته عاليه فبالتالي الخطوات دي هتبقى سريعه جدا معاك. وفي الخطوه دي بيطلب منك توصيل الكابل اليو اس بي دلوقتي حالا. وزي ما انتم شايفين اول ما ركبنا الكابل اليو اس بي الصوره اتغيرت، ثم بعد كده هتختار التالي، ثم بعد كده هتختار التالي مره اخرى. وهنا الافضل انك تشيل الصح من الاختيارين دولت لانك هتحمل اتنين برنامج مالهمش اي لازمه، ثم تختار التالي. وفي الخطوه دي انصحك انك تعمل سكيب، وهنا بيقول لك اكتمل التثبيت بنجاح، يعني دلوقتي الطوابع اتعرفت عن طريق الكابل اليو اس بي بنجاح، هنختار انهاء. ودلوقتي عرفنا الطوابع عن طريق الكابل اليو اس بي، وجه ميعادنا ازاي نعرفها عن طريق الراوتر الواي فاي، وانا هشرح لك ابسط واسهل طريقه تقدر تعرفها عن طريق الراوتر الواي فاي بدون ما ترجع للطوابع نهائيا. اول حاجه هتعملها ما تخلعش الكابل اليو اس بي نهائيا من الطوابع، بعد كده هتيجي عند تعريف الطوابع وتفتحه عادي جدا ضغطتين عليه، ولازم تتاكد ان اللابتوب متوصل بالراوتر الواي فاي، ثم هنختار سيتنجز، ثم نختار اللغه بتاعتنا العربيه نيكست، ثم نختار حفظ، ثم نختار بدء الاعداد، ثم نختار التالي، ثم بتنتظر لحد ما يتم تحميل التعريف، ثم بتختار نعم، ثم نختار اوافق. وفي الخطوه دي بتسيب الاختيار زي ما هو اتصال واي فاي، ونختار التالي، ثم نختار التالي مره اخرى. واول ما يجي لك الخطوه دي مكتوب تعذر العثور على اي طوابع، هنختار التالي، ثم نختار التالي، ثم نختار طرق بديله، بعد كده نختار انشاء اتصال واي فاي باستخدام كابل يو اس بي، هنختار عادي جدا ونختار التالي. وهنا بيدور على الكابل اليو اس بي اللي متوصل بالطابع، وزي ما انتم شايفين اول ما قرا الكابل اليو اس بي ان هو متركب تخطى الخطوه بتاع تركيب الكابل اليو اس بي. ولو ضغطت على اي زرار في الطابعه زي الكوبي هتلاقي مكتوب واي فاي وجنبها تردد، معناه ان الطوابع اتوصلت عن طريق الراوتر الواي فاي. وهنا بيقول لك اكتمل اتصال وعليه علامه واي فاي متوصل بالراوتر،
والراوتر متوصل بالطابعة، فهنختار التالي. وهنا بيقول لك اخلع الكابل اليو اس بي لو انت موصله، فهنخلعه عادي جدا ونختار التالي. وهنا بيثبت الام بي درايفر او تعريف الطابعة عن طريق الراوتر الواي فاي. وهنا بيقول لك تتم الان المعالجة، الرجاء الانتظار. فلو الجهاز اللابتوب عندك سريع شوية هتلاقي الخطوة دي بقت سريعة معاك، اما لو هو بطيء فهتلاقي الخطوة دي ممكن تطول من 5 دقايق ل 10 دقايق بالكثير. وحابب اوضح لك ان الخطوة دي اسهل خطوة لتعريف الطابعة عن طريق الراوتر واي فاي، لان لاحظت ان في بعض الصعوبة انك تستخدم شاشة الطابعة وتدخل باسورد او كلمة المرور الراوتر الواي فاي، فلقيتها ان هي عملية صعبة شوية، لكن الخطوات دي سهلة ومبسطة عن انك تستخدم شاشة الطابعة. ثم بعد كده هتختار التالي، وهنا بيقول لك تم الاعداد، تم اكتمال الاعداد الخاص بالطابعة من جهاز الكمبيوتر، بعد ذلك سيتم تثبيت البرنامج، هنختار التالي، ثم نشيل الصح على البرنامجين دولت مهمش اي لازمة ونختار التالي. واول ما تظهر لك العلامة اللي تحت ديت معناه ان الطابعة اتوصلت عن طريق الراوتر الواي فاي، هنختار سكيب. وهنا بيقول لك اكتمل التثبيت بنجاح، هنعمل انهاء. طب دلوقتي احنا عرفنا الطابعة مرة عن طريق الكابل اليو اس بي ومرة عن طريق الراوتر الواي فاي، عاوز افرق ما بينهم بحيث لما اجي اطبع ابقى عارف ان مختار الكابل اليو اس بي ولا مختار الراوتر الواي فاي. الموضوع سهل جدا، هنروح على الكنترول بانل، ولو ما لقيتهاش عندك في سطح المكتب ممكن تبحث عليها او تعمل سيرش عليها، هنختار عادي جدا. ثم نختار فيو ديفايسز اند برينترز، هتلاقي الطابعة عندك اتنين مكتوب عليها كانون جي 6000 سيريز والثانيه مكتوب عليها كانون جي 6000 سيريز كوبي 1. لو خلعت الكابل اليو اس بي دلوقتي هتلاحظ ان دي انطفت، لو ركبت الكابل اليو اس بي دلوقتي هتلاحظ ان دي اشتغلت كده، يبقى دي من خلال الكابل اليو اس بي. هنضغط كليك المين ثم برينتر بروبرتيز، ثم نمسح الكلام الازرق ده ونكتب كاب يو اس بي ونختار اوكي. والثانيه دي عن طريق الراوتر الواي فاي، كليك المين برينتر بروبرتيز ثم بنمسح الازرق ده ونكتب واي فاي ثم اوكي. وبكده لما تيجي تطبع هتقدر تختار ما بين الكابل اليو اس بي اثناء الطباعه ولا الواي فاي. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى ان كنا اعجبكم، اتمنى الموضوع كان اعجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.